هنالك عدة ملاحظات حول نظرية الشورى في الإمامة. الملاحظة الأولى: هل نجد لهذا الموقف نظيرا في تاريخ الرسالات الإلهية؟ هل نجد له نظيرا في تاريخ أبينا آدم؟ هل نجد له نظيرا في تاريخ نوح؟ هل نجد له نظيرا في تاريخ إبراهيم؟ هل نجد له نظيرا في تاريخ موسى؟ هل نجد له نظيرا في تاريخ عيسى؟ هل نجد له نظيرا في تاريخ خاتم الأنبياء محمد؟ آدم أصبح نبيا بالتعيين الإلهي أم بالشورى؟ نوح أصبح نبيا بالتعيين الإلهي أم بالشورى؟ إبراهيم أصبح نبيا بالتعيين الإلهي أم بالشورى؟ موسى وعيسى وداود وسليمان وأيوب ويوشع وإدريس وذا الكفل، هؤلاء أصبحوا أنبياء بالتعيين الإلهي أم بالشورى؟ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، مو بالشورى، مو بانتخاب الناس. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، مو أنه جماعة من قومه إجوا وقالوا يا نوح أنت خوش آدمي، جيد أن تكون وسيطا بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الاصطفاء الفردي كان بيد الله، الاصطفاء المجموعي كان بيد الله. إن الله اصطفى آدم ونوحا، اصطفاء فردي، وآل إبراهيم وآل عمران الاصطفاء المجموعي على العالمين. فالاصطفاء الفردي كان بيد الله، والاصطفاء المجموعي كان بيد الله. حتى قائد، لاحظوا تاريخ النبوات، لا فقط في تعيين الأنبياء، حتى في تعيين قائد لمعركة، معركة قائد لهذه المعركة وهو طالوت. عندما داود أراد أن يختار قائدا لمعركة، معركة تطول شهر أقل أكثر، فترة زمنية محدودة، عندما أراد أن يختار لم يفوض الأمر إلى الناس، أيها الناس تعالوا انتخبوا قائد لهذا الجيش، لا، قال إن الله اصطفاه عليكم. هذا اصطفاء إلهي، هذا انتخاب إلهي، لم نجد لا في القرآن الكريم ولا في كتب الأحاديث ولا في كتب التاريخ أن نبيا من الأنبياء، أن وصيا من الأوصياء انتخبته الشورى. لا، كل كان تعيين،
كأنه في قضية الإمامة النبوات الأنبياء كان عنده تركيز أن لا يكون الموضوع بيد الناس، وإنما يكون الموضوع بيد الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة، الأمر ليس بيده. حتى لاحظوا في القرآن الكريم موسى صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يأخذ معه كم واحد إلى الميقات إلى الطور حتى يسمعوا كلام الله. اليهود اقترحوا على موسى صلوات الله عليه أنه جماعة منهم يأتون معه إلى الطور ليسمعوا كلام الله. ما قال انتخبوا، ما قال عينوا مجموعة منكم، هو الذي عين. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، هو انتخب. حتى هذه القضية، قضية الإمامة، لا يفكر إنسان أن من الممكن أن الإرادة البشرية تتدخل فيها.